ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمي قريبان كده، لاباس عليك؟ بارك الله فيك بنتي فدوى، الله يطول عمرك. مزيان ومتبخر، واش مبروكة على المستمعين كاملين. الله يدخل عليكم بالرحمة والمغفرة والرضوان. عمي كريمان، صراحة فرحانة اليوم بزاف من شد لي الخط، ويعني هذا شرف كبير لي يعني نتواصل معك هذا النهار هذا. الحمد لله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. أنا شان نقول لك عمي كريمان، صراحة أنا يا عندي واحد المشكل صراحة، ما عرفتش شنو هو. عندي بزاف كنحلم، فهمتي؟ أحلم بزاف هي أحلام مرعبة. هي نعم فدوى. للأسف انقطع الخط. قضية الأحلام هي يعني ممنوع أن نطرحها في البرنامج. معذرة 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 بنتي فدوى. على كل حال أجيبك باختصار شديد، هذه الأحلام هي آية من آيات الله، فالجسم نعم بقى معنا الفدوى. نعم انا غنطلب من اخي سامي المخرج انه يعطيك الفرصه مازال في الكلام. غير بنتي حتى من المسؤول الكبار قال بان لا تدرجوا الاحلام في البرنامج، لان واحد المره كنا درجنا الاحلام فصارت جميع المكالمات تفسير احلام تفسير احلام تفسير احلام، فقلق المستمعون وضجروا وتم اتخاذ قرار بعدم. نعم مرحبا بنتي فدوى. شكرا بزاف عمي كريبان. المهم راه غادي ندوز لك الام ديالي غتهضر معاك، وشكرا مرحبا بزاف التحية. واخا ساجيبك فدوى، على كل حال ساجيبك. مرحبا بالوالده ديالك، مرحبا. السلام عليكم سي الحاج. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كي داير؟ لاباس عليك. بارك الله فيك الشريفه، الله يطول عمرك. الله يبارك فيك، رمضان كريم. يا رب يدخلون عليكم بالرحمه والمغفره والرضوان. امين امين. وانت سي الطيب، لو انتم وجميع المسلمين. بغيت نسولك سي الحاج على واحد المشكل عندي. نعم انت ايه؟ مرحبا لالا. مع العائله والجيران. ايه في جيران كنا معهم شي 30 عام هادي، وحنا صحاب وتنعتبرهم العائله ديالنا ومشاركين الطعام ومشاركين الفلوس. ايوا دابا مخاصمين معنا، بغينا نحلو واحد الباب في الدار ما خلاوناش، حسونا على الزنقه وقعت عين معاهم في هذا رمضان، وشي عائله تنمشيو عندهم الطعام تيتخاصمو معنا ما تيستقبلوناش مزيان، وطلع لينا الدم منهم وقطعناهم الطعام وقطعنا معاهم. اسمح لي يا دوراني. نعم للأم فدوى. نعم فهمت كده، الله يفرج عليك. هذا مشكل عند الناس كثير في المجتمع. امين. ودرت الحاج جبت قدا معايا ومع وليداتي ومع واحد الوالد ديالي حتى هو مسكين طارح الفراش عيان مسكين، بيت قدا معاه ودا عليا مع واحد خويا. واخا لالا باذن الله. لالا فدوى مسكين تيمشي لواحد الخدمه وما يسر ليه الله، وما هاجر شحال هادي، وبغينا ان شاء الله دا معاه والمستمعين يقولوا امين. يا رحمن يا رحيم ربي ويرجع عند وليداته ويرحم والدي. اللهم امين لالا، اللهم امين. شكرا لك لالا ام فدوى، شكرا لك على المكالمه ديالك والمداخله ديال البنيه ديالك. جوابا على المكالمه ديال فدوى اللي بغات تكلم عموما، الاحلام ما هي الاحلام؟ الاحلام هي لما ينام الجسد ويصير فوق الفراش، الروح تصعد الى بارئها. الروح بحال كتمشي كتبوانتي. احنا مكونين من جسد وروح. الجسد ينام في الفراش والروح تصعد الى بارئها الى عالم الذر. فين كانت ساكنه في الاول؟ دابا الاحفاد ديالنا راهم مخلوقين في عالم الذر، وحنا ايضا قبل ان نخلق من الدنيا كنا في عالم الذر. هذيك الروح كترجع للمقام ديالها وتما كدير البوانتاج ديالها كل ليله. ربنا عز وجل ان شاء ارسلها وان شاء امسكها، وهي في رحلتها هذه الروح تصعد الى بارئها تمر على القدر، لان القدر بحال الرزو، القدر هو جاي، هو سيناريو مكتوب، القدر مكتوب منذ الازل. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير.
فالقدر هو عبارة عن سيناريو مكتوب ينفذ. الروح في رحلتها وصعودها ونزولها كل ليلة من الأرض إلى السماء ترى هذا المشهد، هذا السيناريو، وترى رؤى كثيرة. هذه هي المنامات، ترى في المنام أشياء، هذه تسمى الرؤية من الرحمن. إذا شفت رؤية بهذا الشكل كتسمى رؤية من الرحمن، يعني نرى الحقائق كتكون صادقة وغير كاذبة. لكن هناك رؤية أخرى من الشيطان، هذاك مجرد فزع شيطاني، هو أن إبليس كيخلط لك الأشياء وكيحاول ما أمكن أنه يعطيك الرعب، كيعطيك الرعب وكيعطيك صور مخيفة، وهو يجتهد، لأن القدرة لإبليس ومعاونيه ومساعديه أنهم يؤثرون على بني آدم على مستوى الخيال ومستوى الخلجات، يعني في الخواطر الذهنية والخلجات النفسية والخيال العقلي، هذا كله كيأثر في إبليس. عنده قدرة، ربي أعطاه قدرة أنه يقتحم هذه الدائرة ويعبث فيها، فهو يستغل بعض الناس وكيعطيهم رؤى منامية هي عبارة عن فزع. لما ترى أشباح أو ترى قطة سوداء أو أفاعي أو ترى هناك دم أسود أو ترى هناك إنسان يسقط من مكان مرتفع أو ترى هناك، هذه كلها من باب الفزع. والنوع الثالث من الرؤى المنامية، كان الرؤية من الرحمن، كان الرؤية من الشيطان، وكان الرؤية الثالثة وهي الكثيرة جدا، هي أضغاط أحلام. أضغاط أحلام كلنا يرى في المنام رؤى، وهي مجرد حديث النفس، يعني أن الدماغ ديالنا يستقبل يوميا الملايين الآلاف من الصور الذهنية وتتزاحم في عقولنا، وفي الليل كتبغي تسرب هذه الصور فكيبان لك صور مركبة غير منطقية. هذه كتسمى أضغاط أحلام، هذه لا نفسرها، كنعتبرها مجرد صور ذهنية، تمثلات غير منطقية، كان إفراغات وإفرازات لابد أن تمضي. إذا الإنسان رأى رؤية من الشيطان عليه أن يستعيد بالله ويطلب من الله، يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت، دائما الاستعادة، وحتى لا يتمكن منك إبليس عليك أن تنام وأنت على وضوء، وتنام وأنت تذكر الرحمن، ينام جسمك ولا ينام قلبك. كان بعض الصلحاء أجسامهم تنام لكن قلوبهم تبقى تذكر ربها، لكي تعود الإنسان على ذكر الله وهو نائم قلبه يذكر، لأن إبليس يستطيع أن يصل إلى كل الجوارح حتى إلى العقل قد يعبث فيه، لكنه لا يستطيع أن يصل إلى القلب. القلب هو الذي ممنوع على إبليس وجنوده أن يصلوا إليه. لهذا الذكر ديالنا يكون ذكر باللسان والقلب، بالقلب ويكون دائما الحماية، عينك تنام وقلبك لا ينام. وإذا رأى رؤى من الرحمن، رؤى مبشرات، يشوف رسول أنه غادي يطير في السماء كناية، غادي يمشي للحج، إلى رأى أرض خضراء يانعة، يعني ربي غادي يعطي حياة فيها سعيدة واستقرار. إذا رأى شعر، مرأة شعرها طويل، معنى ذلك أن حياة علاقة عاطفية وعلاقة عائلية متصلة، بعكس إذا لقاها قطعة الشعر معنى ذلك هناك قطع للرحيم. وقع على ذلك الرؤى من الرحمن كلها مبشرات للخير، من رآها ليحمد الله ويشكره. لأن فدوى المشكل ديال هاد الجيران وديال العائلة، للأسف احنا في المجتمع ديالنا احنا مطلوب أن نكون اجتماعيين، ربي ما خلقناش فردانيين كل واحد سد عليه الباب دياله، لا، خلقنا اجتماعيين ولابد أن نتعايش فيما بيننا. أحيانا نختلف بين الجيران أو مع العائلة والمقربين على أشياء أو على مصالح، لكي نحافظ على العلاقات الودية دائما نتهادى. سيدنا النبي أوصانا بأن نتهادى، تهادوا تحابوا، العائلة باش نقدر تبقى ديما العلاقة بينه وبينهم فيها المودة والرحمة، والجيران كذلك تكون العلاقة ديالي بينه وبين الرحمة يكون بين التهادي، تهادي هدية كل مرة، هدية هنا هدية هناك، كتكون فيها المحبة والمودة. ثم أنك لا تكلفهم ما لا يطيقون، يعني الإنسان ملي كيعرفك بأنك ما غتكلفو حتى حاجة، إذا زرتيه غتزورو زيارة خفيفة، وأنك ما غتطلبش منه سلاف أو تطلب منه واحد يقضي لك واحد غرض كبير فوق طاقته. دائما الإنسان يرتاح لك إذا كان شعر بأنك لن تطلب منه أشياء قد تحرجه، أما الإنسان إذا شعر بأنك غتطلب منه كذا وكذا فهو طبيعي أنه يبتعد.
ثم لكي نحافظ على العلاقة مع الجيران ومع العائلة يكون عندنا ما يسمى بفقه التنازل، أننا يكون تنازل، هناك حقوق فيما بيننا، ندير هذه ما نديرش هذه، واحد في نفسه يتنازل. خيرنا من 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 سبق للتنازل، يعني حقك ضاع ولكن كتقول ما كاين باس، حفاظا على العلاقة الطيبة والعوض على الله، والدنيا بعضها محصر بعض لا تساوي عند الله أي شيء. هذا فقه التنازل يخلي عندك علاقتك مع الناس مزيانة، اللي حتى في العمل في قطاع العمل ديال الإنسان يكون دائما إنسان متنازل، يعني أنه إذا كانت حقوق وواجبات وكذا يعني أعطوني حقي الله يجزيهم بألف خير، ما أعطونيش نتعلم أتنازل، الله يسامح يعوض مولانا في اتجاه آخر. هنا سوف تبقى العلاقة بين الأحبة سواء كانوا عائلة أو جيران أو أقارب أو زملاء في العمل علاقة طيبة. نعتمد أولا على أن نتهادى، تهادوا تحبوا، نعتمد على أن لا نكلف بعضهم بعضا فوق ما يطيقون، وإذا كان ضروريا من شيء معين أتنازل عن حقي حفاظا على علاقتي مع الآخرين، وربك يعوض. عندكم تسحبوا التنازل ضعف أو أنه إفقار، بالعكس هذا عز وهذا غنى، لأن الله تعالى وعدنا بالتعويض، كل من تواضع وكل من تراجع وكل من تنازل من أجل المصلحة العامة ومن أجل الحفاظ على العلاقة الطيبة مع هؤلاء الفرقاء فإن الله تعالى وعد بالتعويض. وإذا عوضك المولى أدهشك، أعطاك الكثير وأعطاك الشيء الذي الثمين بإذن الله. فأسأل الله الكريم أم فدوى الله يحفظ لك العائلة ويحفظ لك هذا الأخ ويبارك فيه ويفتح لي باب الرزق ويجمع الشمل ديالكم ويحفظ لك بنيتك يا ربي يا كريم، ويجمع الشمل ديال الأسرة ويحقق لكم الرجاء ويبلغكم المقصود. اللهم آمين، اللهم آمين يا رحمن يا رحيم.